بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 6، شوف المقطع الرابع اللي هو الانتري لينث. نحن المرة الماضية شفنا أنه المنطقة لما تكون الانترانس لينث بالنسبة للهيدروداينامكلي، قلنا أنها تكون إيش؟ تكون طولها يكون اللي هو ال h، هذه المنطقة، لاحظ هذه اللي هي الباوندري لير تبع الفيلوسيتي. أما بالنسبة للثيرمال باوندري لاير فهي لاحظ أنها ما صارت الانترانس لينث تبعها هو يمشي حتى هذه المنطقة، فلما يكونوا اللي قلنا أنه الاثنين لما يكونوا فولي ديفلوبد فهو من هنا وطالع، يعني شايف السهم من هنا وطالع تكون فولي ديفلوبد ريجن. هلا ودنا نتكلم عن الهيدروداينامكلي فولي ديفلوبد اللي هو المنطقة بس هذه اللي هي ال اتش، هذه قلنا أنه البروفايل تبع الفيلوستي أنه ثابت. ثابت بالنسبة لمين؟ ثابت بالنسبة للإكس. إذن مشتقته بالنسبة للإكس حتكون تساوي الصفر، إذن الفيلوستي هذه ترتبط فقط بالريديوس اللي هو الآر، قمنا نقيسها من السنتر هنا. أما لما يكون ثيرمالي فولي ديفلوبت فيكون اللي هو الدايمنشنلس تمبرشر بروفايل يكون ثابت، بالتالي مشتقته بالنسبة للإكس تساوي صفر. Surface his flux can be expressed as the Q اللي هي من الفلود فلو الفلود الموجود هنا إلى سطح أو الوول تبع هذه تيوب يساوي ال HX. ال HX هنا نقصد بها اللي هي اللوكال اللي هي المحلية على كل البايب، لاحظ هنا نرسمها هنا في TS minus TM، وهذا الشيء يساوي إيش؟ يساوي ال Q dot عند الوول هنا، عند سطح جدار التيوب. لاحظوا لذلك نقول لما تكون الار تساوي كابيتال ار بالنسبة للتيوب هنا، بالنسبة للسيركلر اللي هو ار نصف قطر تيوب. وبالتالي ممكن نطلع عن طريق هذا اللي هو الاتش لوكال عن طريق الكيو دوت وعن طريق تي اس ماينس تي ام. تي ام قصدنا بها اللي هو المين تمبرشر اللي شفناها في المقطع الماضي. In the thermal fully developed، لاحظ نحن قلنا من هنا هذه LT صح؟ هذه المنطقة تكون إيش؟ fully developed. إيش اللي يكون فيها؟ تكون فيها الH ثابتة. لكن لما نتكلم عن fully developed فالاثنين يكونوا ثابتين اللي هو الفريكشن والهيت الكونفكشن هيت ترانسفر كوفيشنت، يكونوا الاثنين ثابتين. لاحظ المنطقة هذه اللي هي الفولي ديفلوبت ال F وال H X ثابتين. بالنسبة للبريشر دروب والهيت فلكس، البريشر دروب هو الفرق في البريشر مثلا من النقطة هذه الانلت إلى الإكزيت، والهيت فلكس اللي هي موجودة داخل من طريق الولف، are higher in the entrance region، ها تكون قيمتهم أعلى في هذه المنطقة اللي هي الانترانس ريجن. عند افكت اوف ذا انترانس، تاثير الانترانس لما تكون الانترانس هنا مثلا هذه الريجن تاثر على ما يحصل بعدين في بقيه التيوب، كوفيشنت فور ذا انتاير تيوب. اللي ودنا قديش طول ال اتش اللي هو ثيرمالي اللي هو الهيدروديناميك انترانس ريجن واللي هو الثيرمالي انترانس ريجن قديش الطول تبعها؟ لاحظ يعطينا انه تقريبا يساوي 0.05 رينولدز، يتعلق بالرينولدز ويتعلق بالديامتر تبع التيوب. ال تي ايش تساوي؟ لاحظ نفس العلاقه تقريبا، فرق بين هو بي ار، تخرج البي ار بس يجيك اللي هو ال ال اتش. اذا عندنا علاقه مباشره ما بين ال ال اتش وال LT، لكن لاحظ في حالة نحن هنا نتكلم عن اللامينار. هنا في هذا الشكل ايش عندنا؟ هذه الاكس نقسمها الاكس اللي هو المسافة من الانترانس من الانليت تبع البايب التيوب، نقسمها على الدياميتر تبع البايب، ونمثل اللي هو النيسلت. النيسلت عندنا حالتين، الحالة الأولى لما يكون التمبريتشر كونستانت، التمبريتشر ثابتة على محيط هذه البايب، أو لما يكون الهيت فلكس ثابت على
هذه البايب. الحالتين حندرسهم، اللون الأحمر عندنا هنا اللي هو temperature ثابتة، والخط المتقطع عندي هنا اللي هو Q ثابتة. initial number end thus initial number، وبالتالي ال H لأنها علاقة مباشرة معها value R much higher in the entrance region. لاحظ وين ال entrance region تقريبا؟ هي هذه المنطقة. يقول لك إنه initial number إنها أعلى في هذه المنطقة. initial number reach constant value لما يكونش distance of less than 10 diameter. لاحظ بعد ما نتعدى العشرة دي ايش اللي يحصل؟ تصير النيسل نمبر قيمته ثابتة. بالنسبة للتيربيلنت ال LH وال LT تقريبا متساويين. لاحظ هنا كان العلاقة فيما بينهم هي برانتل، لا هنا مباشرة تقول انهم متساويين. والاثنين قديش تجيب قيمتهم؟ هي 10 دي، 10 من الدياميتر تبع البايب اللي هي او التشوب اللي عندها. النيسلت نمبر فور ذا يونيفورم سيرفيس تمبريتشر، يونيفورم سيرفيس تمبريتشر اللي هو عندي هنا باللون الاحمر، اند يونيفورم سيرفيس هيت فلكس اللي عندك هنا باللون متقطع، ار ايدنتيكال ان ذا fully developed region. وين fully developed region؟ لأن منكون هنا تقريبا أكبر من العشرة. يقول لك إنهم identical يعني متطابقين، ديهم نفس القيم متطابقين هنا. أما في المنطقة اللي هي the entrance region فيكونوا nearly identical، كمان يكونوا متقاربين، ما هم متساويين لكنهم متقاربين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.